عملنا 90% من الموازنة بشهر أدار نيسان. كنا بهاد الشهرين هاو بخلال 20 يوم كنا عاملين المواد وكنا عاملين الاعتمادات، لكن وقفنا عند مشكلتين بدهم جهد من الحكومة، لأنه شفنا حضرتك ذكرتي هلأ أرقام وهمية. أنا بدي أقول أنه أرقام منا واقعية. ليه؟ لأنه وقت بيكون عندنا مثل ما قالوا المواطنين هلأ سعر، مش سعرين صرف، كوكتيل خمس أسعار صرف منيح. بنفوت بالألفين، بنفوت بالألف وخمسة للمعاشات، نطلع على 20,000 صايره، في 8,000 بالبنوك اللي سعر الدولار، 8,000 للدولار، بنروح على 25,000. امبارح بموضوع الدولار الجمركي اللي بعتوه مرسوم على رئاسه الجمهوريه ولم يوقع الرئيس الى اخره، لانه الرئيس ما راح يوقع على مرسوم بيرفع دولار جمركي من 1005 ل 25,000 من دون ما يكون في اي تحضير، يعني تحضير الناس الاقتصاد او يطلع تباعا. يعني في عده امور مفروض تنعمل قبل، بدول العالم بتحترم نفسها بتعمل حملات توعيه قبل بست اشهر سبعة اشهر اذا بدها ترفع 1%، كيف اذا عم تضربي 25 مره؟ الرئيس ما وقع، وكان لك حديث اليوم بتقول لن يوقع، لن يوقع هذا على سعر صايره، على هذا المرسوم بهالشكل المعدل. هل صحيح لجنه المال درست رقم هو 12,000؟ ما هي كمان كذبه، ما لها علاقة، ما مش محول لنا نحن الدولار الجمركي ندرس على 12. طيب كيف تنبت ساعة أستاذ إبراهيم؟ رح أرجع لأنه النقطة كتير مهمة اللي عم نحكي فيها. بالحكومة بتنبت مع المصرف المركزي، بتنبت مع فخامة الرئيس، بتنبت لأنه هيدا الدولار الجمركي مش وارد بالموازنة. أوكي؟ كمان نحن رأينا أنه ما بصير يرتفع بهالسعر بالشكل الجنوني بدون ما نكون أخدين طالعين فيه على مراحل على شطور، وبذات الوقت نكون عم نحضر الناس ونحضر الاقتصاد. يعني انت عندك ملاحظات كثيره على الموازنه اللي عم تدرسوها؟ انا عم بحكي بشكل عام. اكيد عندنا ملاحظات، لو ما هيك ما عم نطلب من تحدثت عن نقطتين، شو هن ابرز؟ قلت لك سعر الصرف يلي هو توحيد سعر الصرف، مش توحيده لما راح يقدروا يوحدوا. هلا بدهم خطه انقاذيه لفتره معينه تيقدروا يوحدوا، بس يكون في توحيد للمعايير يلي على اساسها عم يستعمل هذه الاسعار الصرف. يعني مثلا وقت بدنا نروح على الجامعة اللبنانية أو على وزارة التربية أو على وزارة الصحة، هون بدنا نعطي 4 أضعاف، هون بدنا نعطي 10، هون بدنا نضرب بـ3، بدنا نوحد المعايير بضمن دراسة. بدنا كمان تاني نقطة اللي هي أرقام الموازنة تكون واقعية، مشان هيك طلبنا منهم أنه لكم 6 أشهر هلأ عم تدرسوا. طيب هالست أشهر صار في أرقام، ما عادت قصة توقع بأدار كنتوا عم تتوقعوا، هلأ صار مرق أدار نيسان أيار حزيران تموز آب، صح؟ نعم. أعطونا الأرقام. بس شو هي الأرقام اللي وصلت لك لليوم؟ يعني عم يجيك وزير المال بحيل أرقام؟ لا، لحد هلأ ما عندي أرقام. عطاني منهجية إعداد الموازنة اللي أنا أصلا عندي إياها، بس عطاني كم مادة كانوا معلقين، مثلا مشيناهم امبارح 9 مواد خريناهم، لكن أرقام موعود فيها كنت هذا الأسبوع تنين ماكسيموم، بعدني ناطرة. يعني الأرقام يلي بتعمل أبديت للواقع اللي نحن فيه، نعرف تحديدا شو دخلنا، لأنه شو الموازنة؟ إيرادات ونفقات، صح. شو في إيرادات وشو في نفقات، على ضوءها بتتوحد المعايير بركي من هلأ لآخر الشهر، يعني بهذا الشهر اللي نحن مفترض نكون فيه، يعني هذا شهر بالعالم كله عطلة أو ميت، نحن عم نشتغل منيح بآب بتموز مش مشكل، لكن خلينا نخلص من هالعقدتين اللي هن أساسيتين. ما فينا نطلع بموازنة مثل ما كانوا يطلعوا فيها بالماضي وكنا نعترض عليها. لجنة المال بالموازنة عاملة أكثر من 35 توصية بموازنات الدولة اللبنانية من 2009 وقت ما استلمت لليوم، ولا توصية منهم أخذت بعين الاعتبار. بس أستاذ إبراهيم عم تقول للمواطنين أنه ما رح نسمح بضرائب وزيادات جديدة كلجنة مال وموازنة. ايه نعم. بس هيدا قديش منطقي هالكلام لما من وين بتفوت واردات إذا لم ترفع؟ عندك ضرائب كل يوم، بس ما رح نسمح بزيادة. بس هل تكفي الضرائب؟ لأنه نعم بتجيبيها أردون، بس جاوبيني كيف بتجيبيها إذا الشعب مش قادر يدفع وإذا الشركة؟ ما أنت عم تزيد الرواتب وتحسن الرواتب، مطروح زيادة الرواتب، ما في زودة شيء، في مساعدة بتجي على شهرين، هي مش زودة رواتب. إذا بتتابع هو مطروح اليوم مساعدة، ولكن أي مساعدة؟ مساعدة ما بتدخل بأساس الراتب، ولا لا عم يطالبوا بإدخالها، هيدا اللي عم نقوله. ما فيهم، ما عاملين لهم مشاريع يدخلوا لهم إياها لحد الساعة. أوكي. الموازنة بدها تعكس الواقع، ما فيها هي تعمل سلسلة رتب ورواتب جديدة. فإذا
والواقع بالبلد كلنا بنعرف ما بيسمح انه نفوت هلا بزيادات كبيره، مش هيك؟ صح. لذلك بده ينعمل مساعده. طيب هالمساعده اللي عم تحكي عنها هذه منا انفاق كبير حتى تيجي تقولي بدي زيد مقابل الضرائب، اي ضرائب منهم؟ بدنا نكون واقعيين ونمد اجرينا على قد بساطنا.